ثمان أكلات تجنبها خلال شهر رمضان، لأن من المعروف أنه بشهر رمضان الإنسان يصوم من 10 ساعات إلى 15 ساعة، وهاي 15 ساعة تصير عملية حرق بالجسم والإنسان يستفاد من عدها. فبعض الأكلات اللي راح أقول لك عليها أنت اللي تشربها وأنا اللي أشربها وناكلها، هاي الأكلات بالعكس أضرنا ما راح تنفعنا. وأول واحد هو قوطية البيبسي أو المشروب الغازي. كنا نعرف أنه المشروبات الغازية مليئة بالسكر، والسكر ضار للجسم، وهاي المواد اللي يخلونها بعلبة البيبسي أو الميرندا أو ما شابه ذلك، هاي المواد مليئة بالسكر وبالتالي تحبس الدهون بالجسم، وراح الجسم ما يستفاد من الصوم اللي صامه بنهار شهر رمضان. ليش؟ لأن انحبست عنده دهون، فيجب استبدال قوطية البيبسي بعصير طبيعي. أو ثالثا التوابل الحارة، يجب الابتعاد على قدر شهر رمضان عن التوابل الحارة، لأن هاي التوابل الحارة دائما تسوي عندنا مشاكل بالمعدة مثل الحموضة والاسترجاع، وتسوي مشاكل بالجهاز الهضمي. فيجب الابتعاد عن الأطعمة أو الأطعمة اللي تحمل التوابل الحارة طيلة شهر رمضان. ورابعا الحلويات، من عاداتنا خصوصا احنا العراقيين نتناول بعض الحلويات بعد الافطار، وهذا الشيء غلط ثم غلط ثم غلط، لان الحلويات بها نسبة عالية من السكر، وانتم تعرفون شنو مضار السكر. مضار السكر انه يسوي عندك زيادة او سمنة مفرطة، فيجب الابتعاد او التقليل من عندها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للاستفادة من الصوم لمدة 18 ساعة، لان هاي ال 12 ساعة او ال 18 ساعة اللي يصومها انت بنهار شهر رمضان راح يسوي لك نقص بالوزن. فأنت قلل من الحلويات ومارس الرياضة حتى تستفيد من هذا الشهر المبارك. وخامسا هي المواد المعلبة، الأكل لهذا اللي نشوفه احنا بالقواطي. الجسم راح يصوم 15 ساعة، ولما يصوم 15 ساعة يحتاج إلى مواد، وهاي المواد تكون بيها مواد طبيعية، ودائما نشوف المواد المعلبة تفتقر لهاي المواد الطبيعية، فيجب الابتعاد عن المعلبات خلال شهر رمضان. أو سابعا الأرز والمعكرونية، هذا التمن والمعكرونية، هذا يعتبر من النشويات وبالتالي يزيد من الوزن، فيجب التقليل من عنده قدر المستطاع بنهار شهر رمضان. وثامنا هو أكل الحمضيات مثل البرتقال والليمون، لأن دائما هاي المواد مثل البرتقال والليمون تسوي حموضة بالمعدة وبالتالي تسوي غازات وتمنعك من أن تكمل نهار شهر رمضان. وسابعا المواد الغنية بالدهون مثل المقليات، يعني دائما هذا الأكل المقلى مثل البوتيتا والبيتنجان، وهاي ابتعد عليها أو قلل من الدهن مالتها لما تقليها تجنبا حتى ما يصير عندك مشاكل بالمعدة ومشاكل بالجهاز الهضمي. إذا عجبتك المعلومات شارك الفيديو حتى غيرك يستفاد.